ما شاء الله تبارك الله، كان لقاءً حافلاً هذه الليلة مع الشاعر الكبير أحمد المتوكل ابن علي النعمي، سليل أسرة الشعر والأدب والإبداع في ضمد، وهو رئيس لجنة تراث النعمي التي عكفت على نشر تراث والده رحمه الله الشاعر علي بن أحمد النعمي في ملتقى شعراء جازان، وكان نعم الرئيس والمكافح حتى خرج تراث والده، وهو عضو فاعل في ملتقى شعراء جازان وهنا وفي ملتقى الإبداع وغير ذلك، وخطيب أيضا مفوه وشاعر مكثر. وأهدي له هذه الأبيات إلى أحمد النعمي، إلى أحمد النعمي، وهذه القصيدة أو هذه الأبيات التي أهديها له على غرار قصيدته في الاتصالات عن صباح استيسي رائية، أقول فيها: إلى أحمد النعمي من بقر الشعر وعاناه حتى جاوز البدر والشعر، له جولة في الفكر والفضل إذ سما، نراه على منوال والده أسرى، ويفتر عن مصباحه متوكلا، يرافق نعتا قد حبى لاسمه ذكرى، وفي كل يوم يستثير قصيدة ويأتي بها من قبل تحريره غرا، له صولة في ملتقى شعرائنا بجازان يهدينا روائعه فجرا، وإن تقتضي الأحداث بعض زيادة أتى بنصوص من روائعه أخرى، وإن نغفو عنه جاءنا بخريدة يعالجها ظهرا وينشرها عصرا. ما شاء الله تبارك الله. أعددت له فوق المئين التي غدت ثلاثا، وقلت الشعر ذا أعجز الحصرة. شكرا لمنتدى جازان ثقافة أدب على هذا الاختيار، شكرا للأستاذ إبراهيم الدلح مدير اللقاء، شكرا لمؤسسه ومشرفه العام الأستاذ يحيى الأمير، وفقكم الله، وتقبلوا تحيات محبكم جبران سحاري العبدلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بأستاذي وشيخي الدكتور جبران. إلى أحمد النعمي من بقر الشعر وعاناه حتى جاوز البدر والشعر، له جولة في الفكر والفضل إذ سما، نراه على منوال والده أسرى، ويفتر عن مصباحه متوكلا، يرافق نعتا قد حبى لاسمه ذكرى، وفي كل يوم يستثير قصيدة ويأتي بها من قبل تحريره غرة، له صولة في ملتقى شعرائنا بجازان يهدينا روائعه فجرا، وإن تقتضي الأحداث بعض زيادة أتى بنصوص من روائعه أخرى، وإن نقف عنه جاءنا بخريدة يعالجها ظهرا وينشرها عصرا. عرضت له فوق المئين التي غلت ثلاثا، وقلت الشعر ذا أعجز الحصرة. يا الله يا الله يا دكتور جبران، جزاك الله خير. لا إله إلا الله، لا فض فوك يا دكتور جبران، لا فض فوك، جزاك الله خير. أسعدتني وأسعدتني بهذه الأبيات، وسام 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 على صدري. إن شاء الله تكتمل القصائد، وأوافيك قريبا ب 650 660 في مجموعة باقي مفقودة إن شاء الله، بس مع فتح الطيران وفتح المكاتب يفتح المنتدى في الانترنت، ونعيد استرجع الكثير من القصائد. يعني قصائد الشرق لحالها يمكن 85 قصيدة. أسعدتني في نهاية اللقاء بهذه القصيدة، وكم كنت أود أن يكون اللقاء مفتوحا، لكن كعادة الكثير من الملتقيات يتم إقفال يتم إقفال الصلاحية عن الأعضاء فقط للمشرفين. قصيدة جميلة، قصيدة جميلة. أنت شاعر يا دكتور، أنت شاعر يا دكتور، وأنت الوحيد الذي يعني أتيت لي هذه القصيدة. وأما قصيدة الاتصالات أظن أني لو أتيت بها هنا لا طردتموني، يعني أعرف كثير من الشكاوي على شركة الاتصالات، يعني بما أني كنت أحد أفرادها. وقد جاءني سؤال في اللقاء يقول: بما أنك كنت أحد أفراد الاتصالات، يعني ها ماذا؟ قلت: والله يا أخي عاد أنت سمعت الجواب يعني. لكن سأعطيكم القصيدة، بما أنك يعني كتبتها على قصيدة الاتصالات. هي: صباح باستي سي يعتنق الفجر،